هنتقل بقى في الجزء الاخير ل كم خبر اللي احنا قدامنا وشفنا يعني نقراهم مع بعض من زاويه ان هم فيك بوك يعني في فيك اخبار فيك. الاول عندنا احنا ما بنقولش اسماء طبعا ولا صور، حضراتكم عارفين قاعدتنا لا نرد على احد، احنا بنتكلم في معاني يعني مش داخلين في جدال مع حد يعني. الاولاني على اللي كاتبه ميم جيم، ميم جيم بيقول الطريف هو لغه الارقام، يعني 100 مليون مواطن عليهم 100 مليار دولار تصدير، والغريب هو تدمير الصناعة وهدم المصانع وارتباك استيراد الخامات وطلب القروض وإهدار الأموال في مشروعات غير منتجة ثم وعود التصدير. ما بين قوسين واستخف قومه فأطاعوه. حضرتك إيه رأيتك بقى لله يعني ما هو مبتدي البوست بتاعه بكلمة يعني تدعو إلى الثقة شوية، بيقول لغة الأرقام فيدينا احساس ان الراجل هيحلل الرقم بصوره موضوعيه. عايز ادي مثال بس بسيط كده على فكره لغه الارقام وتحليلها وازاي انا ابص لها. في حكايه طريفه ربما ما تكونش حقيقيه بس بتقال ايام الحرب البارده بين روسيا وامريكا. حصل سباق ما بين عداء امريكي وعداء روسي، هما الاثنين بس في سباق، فالامريكي هو اللي كسب. فالروسي لما رجع بلده قالوا له ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ قال لهم انا طلعت التاني. قالوا تمام، طب والامريكاني عمل ايه؟ قال لهم طلع قبل الاخير. حقيقي هو صحيح. قال الحقيقه بس هو لوى الحقائق، هو الاخير والتاني وده قبل الاخير. فهي فكره ان انت بتقول لغه الارقام، هي لغه الارقام بتقول زي ما حضرتك قلت بالظبط. طب ما احنا امريكا 30 تريليون وامريكا 330 مليون مواطن، يبقى على كل مواطن امريكي 60 الف دولار من الـ من الـ من الديبت بتاع امريكا. ولو حسبنا بقى ال 100 مليار جنيه دول على 100 مليون فيبقى كل واحد عليه 1000 دولار، فطب 1000 ولا 60 الف؟ يعني انا ممكن اخد البوست ده واروح امريكا اسخن وهيج الشعب الامريكي اقول انت كل واحد منكم عليه 60 مليون دولار. ده لو احنا بنتكلم على التحليل ولو هو بيقول لغه الارقام. الحاجه الثانيه هو بيعمل يتكلم على حاجات ثانيه بصور مطلقه ما فيش اي اسانيد عليها، لما يقول تدمير الصناعه، هدم المصانع، ارتباك مش عارف ايه. طب انت يعني جمل باللغه العربيه اللي عشان تدي نوع من انواع الثقه، لكن دي مش حقيقه. ولو انت عايز تبقى موضوعي لازم تتكلم على الاطار العام، ما تتكلمش على جزء وتسيب جزء. يعني ما فيش ايجابيات خالص، ما فيش اي حاجه حصلت ولا في الصادرات نفسها ارتفعت من 32 ل 40 مليار، ارتفعت ما قلتش بالظبط يعني. لا وعايز اقول وارتفعت في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية صحيح. والحرب الروسية الأوكرانية وقبليها كورونا. فهي القصة بتاعته ان هو بس ايه بيقعد يرتب الحاجات ورا بعضها علشان يدي يعني صورة معينة فتنعكس على الناس. لكن طبعا زي ما بقول لحركة لغة الأرقام لازم تبقى موضوعية ما تبقاش منحازة. ممتاز. طيب هذا ميم جيم. طيب نشوف ألف جيم، هو قريب بالمناسبة. ألف جيم بيقول إيه؟ أكثر من 50% من الأسر المصرية تلجأ للاستدانة لتغطية احتياجاتهم اليومية. مصر تحتل صدارة الدول العربية التي لا يجد فيها المواطن مالا ليشتري طعاما بعد نفاد دخله الشهري. تمام. هو بيستند إلى يعني عشان بس لو حد طلع بره شبكات التواصل الاجتماعي ويبحث، هو بيستند الى استطلاع راي او بحث ميداني قام به الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في الفتره من فبراير لمايو 2020 وقت الكورونا، اللي اظهر في 2020 وقت الكورونا، وقت الاغلاق ووقت لما كان في تباعد اجتماعي واغلاق وكنا كل الاعمال متعطله والاعمال اليدويه وخلافه. وفي الفتره دي لو حضرتك تفتكر كانت اصعب فتره على مهن كتيره وعلى حرف كتيره، ما كانش حد بيجيب حد عنده البيت مثلا لو عنده مشكله بقى، ما كانوش بيبقوا موجودين. فكان في الموضوع ده فتره، لكن ما اتكلمش على التدخلات اللي عملتها الدوله بالإعانات الشهرية بدأت بمئة مليار جنيه في أول لحظة. بالظبط كده، ما جابش سيرة الحاجات دي، وبعدين 100 تانيين بعدها بالظبط. وبعدين بعد كده الإغلاق ابتدى يخف تدريجي، وابتدى بعد كده الفاكسين أو المصلي يبقى موجود، فابتدى يبقى فيه عودة لحركة العمل والتجارة الداخلية، وابتدت الأعمال ترجع لصورتها الطبيعية خالص. هو ما جابش ده واستحضر حاجة من سنتين على فترة شهرين وعايز يعممها دلوقتي ويدي بيها إيحاء إن في مشكلة اقتصادية أكبر من الواقع اللي موجود فيه.
صحيح. يعني اذا هو نزل السياق واضاف سياق اخر وما اشارش للزمن اللي اتعملت فيه. بالظبط كده. طيب الاخير الاخ الف ح مين، وهو ده رجل يعني من اللي هم انت حضرتك عارفه اكيد كويس، يعني اداء غريب جدا، غضب غريب جدا، يعني لا يفعل شيء الا السب يعني والشتيمه، ما عارف بس المره دي اقل شتيمه الحقيقه. يقول يوم 15 سبتمبر حاطط التاريخ، واشنطن قررت النهارده حجب 130 مليون دولار عن السيسي من المنحه السنويه والمساعدات العسكريه. الاسباب المعلنه من واشنطن هي عدم وفاء السيسي بشروط حقوق الانسان، لكن الموضوع الرئيسي ان القرار عباره عن شده ودن بخصوص تقارب السيسي اللي لسه قائم حتى الان مع بوتين. تمام. الخبر بتاع ال 130 مليون دولار ده كان تلويح ب يعني حجب جزء من المساعدات الامريكيه، وزي ما حضرتك عارف هذا تاجيل، وكان تاجيل زي ما حصل السنه اللي فاتت، ما قالوش هنحجب، يعني هو كان مجرد تلويح بحجب. وحضرتك طبعا عارف ان الكلام ده بيعملوه بقالهم مثلا 15 ولا 20 سنه في الموضوع بتاع الكونجرس، دايما يعملوا القضيه دي. والخبر ده اللي موجود وموجود على رويترز بالمناسبه موجود من سنه او اكتر من سنه، يعني موجود يمكن من اغسطس اللي فات. فلو عايزين تتكلم على حقوق الانسان، طب ما انت في سبتمبر 2021 عملنا الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. ولو عايزين نتكلم، وفي لجنه عفو رئاسي، وفي ناس كتير بتطلع كل يوم بنسمع اخبار عن هذا الامر، لكن ما فيش خبر بيقول ان تم الحجب فعلا، لكن هو بيقولها قررت واشنطن اليوم كذا كذا، وهو ال 15 سبتمبر ده بتاعته هو، مش الخبر نازل في 15، لان ما فيش خبر بتاعته هو طبعا. لا يعني ما فيش خبر كده، يعني حضرتك لو دخلت طلعت بره بقى الشبكات التواصل الاجتماعي وقعدت تبحث عن امتى واشنطن عملت كده، هنلاقيها ما عملتش والخبر مش موجود خالص اصلا. طيب اللي يجمع الثلاث الاخبار دي ان هي من ناحيه القانونيه ما فيش شيء يدينهم، لانه تلاعب بارقام وبتواريخ ومعاني، لكن ما فيش فيهم ما ينطبق اللي كنا بنقوله في الاول، صحيح؟ بس هو الخبر الاخير بتاع القرار ده ممكن يدان شويه، لانه ده ما في القرار ده ما تمش، يعني التلويح مختلف عن التنفيذ. هو الشخص ده ما تقلقش، مش دي يعني في القضايا انت عارف ده عنده كتير جدا، يعني من السب الصريح والقتل الاكثر صراحه. فمش محتاجين تاويل، يعني لو تقرر استخدام الاساليب القانونيه حضرتك قلتها انا اظن هيبقى في نتائج مهمه مع الجميع.